Tumed et les blagues de Bonnard. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس كل اللي اخترتوا ليله تعديو معنا السهريه ليله سور لي زوند دو راديو ميد. كالعاده معنا الدكتور هشام شريف. مساء الخير دكتور. اهلا بك شيماء، مرحبا بك مره اخرى في برنامجك. رجعنا نعوضوا زميلتنا زينب اللي نتمنى لها الشفاء العاجل وان شاء الله ربي يخلصوا حالها في وقتها. أحمد المنيري يأمن لكم التغطية المباشرة لحلقة الليلة، وسمية كالعادة معنا الليلة في الأخراج. الليلة دكتور كما اخترنا دونك موضوع مهم برشا، يهم شريحة مهمة في المجتمع التونسي والمجتمعات بصفة عامة، الجنس في الشيخوخة. هل أنه مازال مرغوب الجنس عند الكبار وحتى سن الشيخوخة؟ هل أنه الرغبة الجنسية ما زالت حقا موجودة عند النساء والرجال بعد 60 سنة ولا بعد 80 سنة؟ يمكن البعض منا يقولوا لا مش موجودة، وكل ما يقرب الشخص أكثر من سن التقاعد ومن سن الشيخوخة كل ما تنقص عنده الرغبة الجنسية، كل ما يلقى صعوبة في حياته الجنسية وحياته الزوجية، وينقص عنده زادة شرارة الحب، شرارة الرومانسية والمشاعر هذيك. دونك برشا ناس يأمنوا بالفكرة دي، ولا عبد كيحب يعاود حياته يستغربوا منه ناس الآخرين يقول لك لا ما يجيش وعيب وشيب والعيب والكلام هذيك. برشا أسئلة تخص كل ما يهمه الموضوع هذا، نجم يكلمنا بيان سور على 72 328 500 لو عاش اكسبيريونس في الإطار متاع موضوعنا لليلة، ولا تعرض النقد ولا الصعوبات، ولا عنده صعوبات جنسية ولا جسدية في علاقته الجنسية بعد 60 سنة، نجم يكلمنا على 72 328، ولا خلينا ميساج ولا كومنتير على الباج متاعنا سيكسبريمي سون تابو باي راديو ميد، ولا الصفحة الرسمية متاع الراديو راديو ميد تونيزي. دكتور دونك نخلي لك الكلمة اللي كنتي تعطينا تعريفك ساعة خنفهمو شنو هو الشيخوخة، العمر ناهو بالضبط، وشنو اللي يصير في العمر هذيك. قبل كل شيء نحب نعود نذكر انه البرنامج اليوم ممنوع على الاقل من سنه 16 سنة. نحب نحيي السادة المستمعين اللي يتبعوا فينا عبر موجات راديو ميد في على كامل الذبذبات متاعها، والمتابعين على صفحة راديو ميد تونيزي في فيسبوك، وسيكسبريمي سون تابو في فيسبوك، وعبر موقع راديو ميد تونيزي .com. فوالا. الجنس في الشيخوخة على خلاف ولا على عكس اللي يعتقدوه العديد، أنه في الشيخوخة يوفى الجنس وتوفى الحياة الجنسية. ف علميا الجنس، نحكي علميا مش نحكي على المجتمع التونسي، نحكي علميا، أثبت أنه الجنس يبقى من الأمور المرغوب فيها حتى سن الشيخوخة المتقدمة. معناها كيف نقوله الجنس في الشيخوخة، مش ماناش نحكيه على علاقة جنسية إيلاجية بالبينيتراسيون، نحكيه على علاقة جنسية والديمونسيون إيروتيك متاع العلاقة الجنسية، معناها المقاربة الإيروسية متاع العلاقة الجنسية، لأنه الجنس ما يقتصرش فقط على الإيلاج البينيتراسيون، لا، فيه عديد الأشكال الأخرى اللي تنجم يتمتعوا بها الكوبل ويكملوا حيشوا حياتهم بطريقة عادية، ولو أنه حتى هناك معناها في عمر متقدم تصير علاقات جنسية بالإيلاج وغيره وغيره وغيره. دونك كما قلت، على عكس اللي يعتقدوه الغالبية الناس، علميا الجنس يبقى من الأمور المرغوب فيها حتى في الشيخوخة. بعد تبقى احنا والمجتمعات، وكما المجتمع التونسي مش كما المجتمع الأمريكي ولا الكندي ولا البريطاني ولا الألماني ولا البلجيكي ولا الفرنسي، تختلف العقلية تختلف العقلية الرؤية تختلف الحاجات. احنا في تونس يوصل يجيبوا زوج صغار سي تخف الحياه الجنسيه نتاعهم، وكل حاجه حتى بيت. قبل 40 ولا 50 يعطيك ساعه قبل 50، هذا واش حبيت نقول، هذا واش حبيت نقول، يبيلوا قبل ال 50 سنه يبيلوا ديجا. اسكو بيلوا من المعنى انه البدن تعب وما عادش ينجم يتجاوب، او انه الرغبه لا لا. من ناحيه الاحساس والمشاعر هي اللي نقصد. هو مش محكيه التعب، لا مش من ناحيه التعب، هي محكيه الرغبه ربما ما عادش فما كما قبل، والعيب والحرام والولاد كبروا وشوف شو يقولوا داشين هذيك، فما معتقدات موروث الشعبي والتقاليد، وفما حاجات معناها خرافات نقولوها
معناها مسيطرة برشا على الفكر نتاع التونسي في كيف يكبر شوية في العمر ويكون متزوج وعنده صغار. قلت لي ما عادش يطلع لينا تو وش في ذي يقولوا هذا احنا 45 50 سنة ما عادش يطلع لينا عندنا زوج صغار تبارك الله عزيز باش ولا انسان على غالب مثلا شريكه توفى ولا انفصل عن زوجته يحب يعاود حياته قال لك لا وما يجيش بو على الراجل يمكن راهو برشا رجال عاودوا حياتهم. ما تخيل امراه عمرها 60 و70 سنة تقرر انها تحب تعرس مرة اخرى موجود شوف الرياكسيون معناها نتاع المجتمع ونتاع ولادها ولاد ولادها شنو باش يقولوا دونك احنا في الساعتين هذه باش نحاولوا نبينوا عكس المعتقدات والكلام اللي قاعد يتقال والمعتقدات اللي تربينا عليها وعشنا عليها من اللي احنا صغار كيف نحاول تبين لنا بالعلمي خاصة جوستومون تبين لنا خاصة الانسان الشخص يعني بعد 60 سنة شنو التحولات شنو يصير الجسدية والنفسية وبعد ركزوا اكثر على الهرمونات والجنسية في بدنه كيفاش يولي شنو يصير شنو يتبدل شنو يتغير برشا نقاط وبرشا برشا محاور مهمة في الموضوع هذي وانتم اللي يهمكم الموضوع هذي وتحبوا تشاركوا معنا كلمونا 72 328 500 خليكم تابعكم مع جورج بسوف.